حلقة جديدة من برنامج اليوم، أهلا بكم مشاهدينا مباشرة من استديوهاتنا في دبي، نتحدث عن أبرز الأخبار العربية والعالمية، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. في بداية هذه الحلقة من برنامج اليوم نتحدث عن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعرب عن أمله بأن يبدأ وقف إطلاق النار في غزة، وهذا طبعا بحلول بداية الأسبوع المقبل. زميلي سيف ونوس سيتحدث لنا عن التفاصيل وعن مقاله طبعا بايدن فيما يخص هذه المسألة التي باتت ضرورية مع استمرار الحرب على غزة لأكثر من 4 أشهر، تقريبا 5 أشهر. بكل تأكيد صباح الخير رشا، صباح الخير للمشاهدين. بايدن كان يأكل الآيس كريم ويتحدث عن غزة وعن الهدنة في غزة، قال إنه من المحتمل أن تكون يوم الاثنين المقبل كما أبلغه مستشار الأمن القومي. طبعا أمريكا تعارض وقف إطلاق النار في غزة، ونحن نعلم هذا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر. لكن الحديث هنا عن هدنة في غزة لمدة 6 أسابيع وليس وقف لإطلاق النار، وهو ما يتسق مع الموقف الأمريكي وأيضا بعض الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل في هذه الحرب المتواصلة. رشا، الجهود للوسطاء متواصلة، مصر وقطر والولايات المتحدة لموضوع الهدنة في غزة، العديد من المشاورات المنفصلة جرت خلال الأسابيع الماضية لوقف إطلاق النار، خصوصا أنه إسرائيل ماضية في خطتها التي تتوعد من خلالها بعملية عسكرية برية في رفح، وهي آخر نقطة في قطاع غزة التي يتجمع فيها الملايين ممن هجروا من الشمال ثم إلى الوسط ثم إلى الجنوب. لكن حتى الآن لا تأكيد على قبول الطرفين بالهدنة التي من المفترض أن تمتد لأسابيع حسب المعطيات التي لدينا، خصوصا من الجانب الإسرائيلي. فكيف لإسرائيل أن تنفذ هذه القرارات وإلحاح من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وتنديد دولي كذلك، في ظل أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ترسل مساعدات العسكرية لإسرائيل؟ كيف لها أن ترسل مساعدات عسكرية؟ ومسألة وقف إطلاق النار، يعني الولايات المتحدة تعارض وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس. بالمقابل حماس ترفض هذا الطرح وتقول أنه الإفراج عن الرهائن لابد أن يكون على دفعات، وهي لتستغل طبعا الأمر فيما يتعلق ب المفاوضات السياسية وإخراج. لا، كيف تصر واشنطن وتقول أنها تريد أن يكون هناك هدنة ووقف إطلاق النار في ظل أنها ترسل المزيد من المساعدات العسكرية؟ يعني هناك لا، هي واضحة بكل تأكيد، واضحة بالعكس. الولايات المتحدة تناقض من حيث كما ذكرت الموقف السياسي المعلن، لكن من ناحية الموقف العسكري واضح، يعني الولايات المتحدة تدعم الحرب إسرائيل في غزة للقضاء على حماس، وقد استخدمت الفيتو في مجلس الأمن لعدة مرات لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في غزة، لكنها تريد أيضا أن تكون على المقلب الآخر بسبب الضغوطات الدولية عليها من أنه هي مع الوضع الإنساني في غزة، وأنها تحاول أن يعني تصل هذه المساعدات إلى الناس في غزة، وبالتالي هذا موقف سياسي. وكما تعلمين في السياسة لا وجود لعدو حقيقي ولا لصديق حقيقي، وبالتالي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من هذا المبدأ، دعم لإسرائيل لا أحد يستطيع أن يشكك به منذ عقود، ومسألة الأمن القومي الأمريكي أيضا متعلقة بالعديد من المسائل في الداخل، مرتبطة أيضا بالدعم لإسرائيل في الشرق الأوسط، وبالتالي اليوم الحديث عن الهدنة هو حديث عن مفاوضات شاقة وطويلة قد تمتد لأسابيع، ما يزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة، ويزيد أيضا من الضغط على الدول الوسيطة التي لم تستطع حتى الآن توصل إلى كما قلنا اتفاق بين الطرفين، كون الأهداف مختلفة. يعني إسرائيل تريد جميع الرهائن لهدنة في غزة، ولا أحد يعلم ماذا بعد الهدنة،
في حال تم إطلاق جميع الرهائن، وحماس ترفض هذه النظرية. إسرائيل تتجاهل كليا ما يقال دوليا حول هذه الإبادة الجماعية، بل تجاهلت كذلك قرارات محكمة الدولة أو محكمة العدل الدولية. فبالنسبة لإسرائيل لم تكن ستنفذ هذه القرارات ولن تنفذها، وهذا ما تحدثنا عنه هل تذكر من قبل؟ نعم. مع بعض كنا في حلقة طبعا وتحدثنا عن هذه، كنا ننتظر هذه القرارات، فأنت قلت أنه إسرائيل لن تنفذ هذه القرارات بطبيعة الحال، وهي هي اليوم بكل تأكيد. يعني اليوم إذا أردنا أن نراجع القرارات التي على إسرائيل أن تنفذها من 67 حتى اليوم، عشرات القرارات التي لم تنفذ. لكن الجديد أنه Human Rights Watch تقول أنه إسرائيل لم تلتزم بقرار محكمة، أو ليس قرار هو إنما توصيات محكمة العدل الدولية، كون المحاكمة ستتواصل وهناك ربما شهور وسنوات للوصول إلى نتيجة أنه ما حصل في غزة هو إبادة جماعية أم لا. لكن اليوم التركيز على المدنيين بغزة، أنه بعد كل هذه القرارات، بعد كل هذه التوصيات، ومن أعلى محكمة في على مستوى الدولي، بالإضافة إلى التحذيرات من المنظمات الدولية والأممية، اليوم المساعدات لا تصل بشكل كافي إلى قطاع غزة، ما يعني أن إسرائيل تستخدم سلاح الحصار على المدنيين في رفح كسلاح حرب، وبالتالي هي جريمة حرب حسب المنظمة الدولية. شاهدنا أمس أيضا القوات الأردنية أسقطت أكبر عملية إسقاط مساعدات لرفح لكسر هذا الحصار. هناك محاولات أخرى لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، إلى رفح تحديدا. يعني تخيلي أنه قطاع غزة كاملا لم يعد صالحا للحياة، فما بالك في رقعة صغيرة مثل رفح. طيب ماذا عن التطورات سيف في البحر الأحمر؟ الهجمات لا تزال مستمرة، واشنطن لا تزال تتصدى هذه الهجمات، هل هناك أخبار جديدة؟ بكل تأكيد كل يوم هناك تطور في البحر الأحمر، كون المناوشات متواصلة بين الميليشيا الحوثي التي تقول أن هذه الضربات التي تنفذها في البحر الأحمر على المصالح التجارية هي لنصرة الفلسطينيين في قطاع غزة. في المقابل هناك تحالف دولي أنشئ من قبل الولايات المتحدة، ضم العديد من الدول لمواجهة الحوثيين، لكن على ما يبدو اليوم الحوثيون أدخلوا سلاح الغواصات المفخخة رشا والقوارب ذات الاتجاه الواحد، إضافة إلى سلاح المسيرات، وهذا يشكل تهديدا كبيرا للسفن التجارية. شاهدنا خلال الأسبوع هذا كيف تضررت ناقلة النفط كانت تحمل البوتاسيوم، وتسببت بتسرب نفطي في البحر الأحمر بمسافة 18 ميلا، وهذا الأمر الذي فتح العيون على مسألة البيئة وخطورة هذا الأمر بالنسبة للبيئة يا رشا. وبالتالي اليوم نحن أمام مسألة خطيرة جدا، لا تتعلق فقط بمسألة الملاحة البحرية، إنما تتعلق أيضا بمسألة يعني البوتاسيوم والتسرب النفطي في البحر الأحمر، ما يؤثر على الحياة البحرية بشكل كبير طبعا، والاقتصاد العالمي يعني بشكل عام. ف ما يحدث في البحر الأحمر يعني يؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي بدون أدنى شك، ما عاد المناطق المجاورة. لكن نسينا أن نتحدث أنه الولايات المتحدة نفذت ضربات خلال الساعات الماضية على مواقع الطائرات المسيرة والغواصات والزوارق. نعم كانت مفخخة، تقول أنه تشكل تهديدا للملاحة. إذن الضربات الأمريكية تستمر على المستوى، مستوى يعني التقليص من قدرات الحوثي لاستهداف الملاحة البحرية. وصلت الفكرة يا سيف. دعنا نتحدث كذلك من جهة أخرى، بينما العالم والمجتمع الدولي يركز بشكل كبير جدا على الحرب في غزة وما تفعله إسرائيل، هناك كذلك الحرب في أوكرانيا التي لا تزال مستمرة لسنوات، يعني هي تدخل في عامها الثالث. صحيح، فزيلينسكي يدعو للمزيد من الدعم العسكري، هي هذه المعضلة. نعم ويقول أنه أوكرانيا تنجح وتفوز وتنتصر في هذه الحرب بمساعدة الغرب. معضلة كبيرة بالنسبة لزيلينسكي والقوات الأوكرانية مع توقف المساعدات الأمريكية، خصوصا
هناك حرب شرسة بين الجمهوريين والديمقراطيين في البيت الأبيض وما يعني في الكونغرس عفوا بما يخص الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا التي لا بد أن تصل من أجل أن يكون هناك نوع من التوازن على مستوى الحرب الدائرة في أوكرانيا والتي دخلت يومها أو عامها الثالث، وبالتالي الأوكرانيون بحاجة إلى هذه المساعدات للوقوف في وجه الروس. لكن كما قلت المجتمع الدولي مشغول بالحرب في غزة، حتى واشنطن، حتى الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة. يعني مسألة دعم أوكرانيا، أدان زيلينسكي يطالب بالانتصار على روسيا، البعض يقول أنه موضوع الحرب في أوكرانيا استنزاف للطرفين لروسيا عفوا، وبالتالي من مصلحة الغرب أن تستنزف روسيا أكثر في أوكرانيا، لكن مع خسارة الأوكرانيين للمزيد من الأراضي كما حصل في أفدييفكا خلال الأسبوعين الماضيين يدق ناقوس الخطر عن أنه نقص هذه الأسلحة خصوصا النوعية رشا والتي تصل إلى بعيدة المدى يعرقل حتى من قدرة القوات الأوكرانية على الدفاع عن المناطق التي تسيطر عليها. هذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها زيلينسكي هذا الدعم، حيث قام بجولة على الاتحاد الأوروبي وأيضا زار الولايات المتحدة مؤخرا، لكن الجميع اليوم يؤكد على أنه موضوع الحزمة الجديدة من المساعدات الأمريكية لن تحسم إلا إلى ما بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خصوصا كما ذكرت يا رشا موضوع أنه الدعم أيضا لإسرائيل كان له تأثير على هذه المساعدات. طيب مرة أخرى في خبر آخر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرب عن طبعا رفضها طبعا المفاوضة بالتحقيق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران، تعرب عن رفضها وقلقها كذلك المتزايد بحسب تقرير لها غير معد للنشر طلعت عليه وكالة فرانس بريس. أشار من خلال هذا التقرير المدير العام للوكالة أن إيران تدلي بتصريحات علنية حول القدرات التقنية لإنتاج الأسلحة النووية، ما يعزز طبعا المخاوف. نعم بالتأكيد، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقع بين إيران والغرب قبل سنوات عندما كان ترامب رئيسا، زادت إيران بشكل علني من نشاطها، وكان هناك عدة تقارير رشا لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد في أن إيران هي الدولة التي تنتهك الاتفاق رغم الانسحاب الغربي منه، وإيران لم تعد تخجل اليوم أو لم تعد تخفي موضوع أنها تقوم بأنشطة نووية ربما لا تتسق مع موضوع الاتفاق النووي والبنود التي كانت في هذا الاتفاق. وبالتالي اليوم إيران دعت قبل أسبوع كما تتذكرين رشا غروسي لزيارة طهران والاطلاع على هذه المنشآت، لكن الجميع تقارير الوكالة تجمع على أنه إيران زادت من نسبة تخصيب اليورانيوم في السنوات الماضية، باتت قريبة كما يعلن أو تعلن التقارير عن امتلاك سلاح نووي، وهذا خطير بالنسبة للغرب ويعتبر خط أحمر قد يؤدي إلى اندلاع حرب أقليمية كبيرة في المنطقة، خصوصا أنه إيران قد انسحبت أيضا وأعلنت أنه أنتم لم تلتزمون بالاتفاق ونحن لن نلتزم من جهتنا. أيضا كان هناك مشكلة كاميرات المراقبة المزروعة في بعض الأماكن التي فيها أنشطة نووية ومفاعلات في إيران، أزالت إيران بعض هذه الكاميرات، ومن ثم يعني هناك الكثير من الخطوات التي قامت بها طهران تؤدي إلى تشكيك بأنها باتت قريبة من امتلاك سلاح نووي. والتحذيرات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي في كما تذكرين أو كما ذكرتي تأتي في ظل توتر إقليمي ودولي لم غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية. دعنا يعني نبتعد قليلا عن الأخبار السياسية ونتحدث عن الذكاء الاصطناعي، بالنسبة للذكاء الاصطناعي أكثر تعقيدا من الأخبار والتطورات. لا أنا بالنسبة لي أكثر تعقيدا من الأخبار السياسية. أبسط إيه. فيعني مبدئيا كيفك مع الـ AI؟ كيفك مع الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي أنا عندي مقولة شهيرة دائما بقولها، كلما صارت الحياة سهلة زاد الإنسان غباء. فهي مقولة لماكسيم غورغي كاتب الروسي،
لكن يعني أنا أعتقد أنه تتفق مع ما نعيشه اليوم، صار كل شيء ذكي من حوالينا، ساعة ذكية وكأنه العقل البشري. طبعاً هذا وجهة نظر شخصية طبعاً تتعلق بي، يعني كل شيء ذكي، ساعة ذكية، براد ذكي، تلفزيون ذكي، كله صار ذكي. بس الـ AI طبعاً موضوع مختلف كلياً، لأنه هو الجيل الجديد كما تعلمين رشا من محركات البحث والثورة المعلوماتية، واليوم يشكل بات أيضاً تهديد للانتخابات. للانتخابات حيث الاتحاد الأوروبي يخشى من أنه الذكاء الاصطناعي سيؤثر على أو يتلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة في الاتحاد الأوروبي، انتخابات برلمانية وهي تعتبر الأهم في أوروبا، وبالتالي ميتا اليوم تتجه لمجموعة من القواعد. هذا هو موضوعنا اليوم، كيف ميتا راح تعمل على تجنب الاستخدام الخاطئ؟ والله سألتي الشخص الغلط. والمضر تقنيا لا اعلم، يعني بس انه ما ذكر، يعني شو هي الاستراتيجيه اللي حاططها ميتا، هذه الشركه الكبيره اللي مبني كل شيء عليها ربما على اكيد سيتم التواصل والانترنت. نعم، كما تعلمين اليوم الذكاء الاصطناعي يخلق عالما افتراضيا غير موجود، يعني شخصيات ايضا يمكن ان من ناحيه دعائيه للانتخابات يمكن ان يؤثر، ان يتم انتاج مواد دعائيه او مواد تحريضيه او ما الى هنالك ضمن الحرب التي ستكون بين الاحزاب السياسيه والشخصيات المرشحه. وبالتالي اليوم ميتا تجتمع مع 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 الاتحاد الاوروبي بروكسل وايضا القائمين على هذه السياسه في الاتحاد الاوروبي، يجتمعون حتى مع اوبن اي اي وغيرها من اجل ضمان ان تسير هذه الانتخابات دون تدخل أو دون تأثير من الذكاء الاصطناعي من خلال خوارزميات معقدة جدا، طبعا تحتاج إلى تقني أو مطلع على هذا الأمر ليشرح لنا كيف سيتم فلترة ما هو مزور ما هو حقيقي، كيف سيتم استغلال هذا الذكاء الاصطناعي. لكن الفكرة الرئيسية أنه اليوم نتخوف نحن على المستوى البشري من القدرات التي وصل إليها الذكاء الاصطناعي، وأن يستغلها البعض لأغراض انتخابية سياسية اقتصادية وما إلى هنالك. أنت شفت سيف أنه الذكاء الاصطناعي بلش يتوغل في مجتمعاتنا، راح نقول لك كيفاش. يعني في شخصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفلونسرز أو مؤثرات أو مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشخصية تكون AI من الذكاء الاصطناعي. نعم، المغربية مش حقيقية. نعم، كنزة. شفتها؟ يعني هذا أيضا مقلق بالنسبة لصناع المحتوى أو اللي يعملون بهذا المجال. يعني تخيلي بعد أعوام من الآن، يعني دائما نطلع إلى المستقبل ليس الآن، وإلى أين ستصل هذه التقنية. فمن الممكن أي شركة تريد اليوم أن تعرض منتجاتها أن تستخدم شخصية افتراضية من الذكاء الاصطناعي من دون دفع أي مبالغ للناس المودلز أو غيرهم للقيام بهذا العمل. فهذا يعني يؤثر أيضا رشا على الأشخاص. هل تظن أنه الناس في يوم من الأيام راح يكون عندهم تعلق مباشر أو غير مباشر بهذه الشخصيات اللي إحنا عارفين إنها مش حقيقية تأكيد عبر السوشيال بكل ميديا؟ بكل تأكيد. يعني لماذا حصدت كنزة 200 ألف على إنستغرام؟ يمكن فضول في الأول. ليس فضول، يعني الكثير ذكرتي، نبسط الموضوع أكثر. دائما نحن الإنسان يعني في البداية يجرب، يكرر، يتعود، يؤمن، يتأقلم هكذا تسير الحياة مع كل الأشياء. يعني الكثير من أفلام العالمية طرحت موضوع هذا الفكرة، من أشهرها والجميع ربما تابعوا فيلم هير الذي دخل بعلاقة غرامية مع المساعدة الافتراضية. يعني حتى موضوع اليوم التفاعل الأشخاص مع هذه الشخصيات الافتراضية كبير جدا. وبالتالي اليوم يعني كمتابع لكنزا أو غيرها، أنا أريد هذا المنتج. أنت تتابعها كنزا؟ لا لا لا. راح تتابع في يوم من الأيام شخصية افتراضية على السوشيال ميديا؟ لا افتراضية ولا غير افتراضية. فبالتالي اليوم موقفك واضح وصريح. واضح وصريح. فالموضوع طبعا مع احترامي للجميع، أكيد هناك شخصيات مميزة لها قيمة. أنا مع الأشخاص بكل المجالات، لكن إذا كانت تقدم أثر وقيمة
للمجتمع اللي حواليك ويكون لك أثر إيجابي وطيب. طبعاً. في المجمل الذكاء الاصطناعي جيد من ناحية ومخيف من ناحية أخرى، يحتاج إلى العديد من القواعد وال يعني أن ننتبه جيداً، خصوصاً أن الجيل الجديد ينساق بشكل كبير إلى هذه التقنيات، وهو يعني ليس يعني كجيلنا أو الأجيال السابقة اليوم ينظر إلا إلى ما يحصل اليوم أنه واو شيء عظيم، هم ينظرون له على أنه جزء من حياتهم، من تطورهم الحالي في القرن 21. وبالتالي اليوم الذكاء الاصطناعي خطير لكنه مفيد من ناحية، لابد من تنسيق الجهود الدولية والحكومات حول العالم لإدارة هذا الموضوع، لأنه الملايين ستخسر وظائفها، فما ما بالك يعني الملايين ستجلس في المنزل. وبالتالي اليوم أيضا المجتمعات أمام ربما ثورات على المستوى الاجتماعي، يعني من سيفقد عمله نتيجة الآلة أو نتيجة الروبوت أو الذكاء الاصطناعي ويجلس في المنزل بكل صراحة، سيكون له داعي. بكل صراحة سيف، خلينا نعمل كأنه ما مش شايفين الكاميرات، أنت خايف على وظيفتك كمذيع في يوم من الأيام للذكاء الاصطناعي؟ خلص نجابوا هلا، في بلشوا كذا تي فيش، بلشوا بمذيع الأخبار، ما شفت قارئ أخبار، لكن أنه يعمل حوار وتفاعل ما أعتقد لسه، يعني ما قدروا يوصلوا يعمل تفاعل ويكون قادر على إدراك. بس أنت خايف على وظيفتك؟ لا لا أبدا، بتحول روبوت عادي بصير روبوت. كلنا نتحول روبوتات. شكرا سيف، شكرا على كل هذه المعلومات. مشاهدينا فصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى لدينا من أخبار أنا حقيقية مش روبوت. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. القوات الروسية تستهدف المنشآت الحيوية في دونيتسك مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث. Да, вот буквально через год соседи были. Тут моя тетя работала. تتواصل احتجاجات المزارعين حول العالم بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج في وقت يشهد العالم موجة غلاء وجوع في كثير من الأماكن. من هولندا إلى رومانيا مرورا بألمانيا وفرنسا، يواجه المزارعون حالة من الغليان بسبب أسعار الوقود رغم تباين دوافعهم، لكن الغضب يتزايد في مختلف أنحاء أوروبا. المفوضية الأوروبية ستطلق حوارا استراتيجيا يجمع بين المنظمات الزراعية وأيضا قطاع الأغذية الزراعية والمنظمات غير الحكومية والخبراء بهدف نزع فتيل الأزمة بين سكان المناطق الريفية. وهذه مبادرة تم تأكيدها فقط نهاية الأسبوع الماضي، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية وعدت بها في سبتمبر داعية إلى الإقلال من الاستقطاب، وأكدت أن الزراعة وحماية الطبيعة لا يتناقضان. وبينما تغزو المنتجات الرخيصة أسواق أوروبا، يواجه المزارعون ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب التضخم الناتج عن حرب أوكرانيا، خاصة أسعار الغاز والكهرباء والوقود وكذلك الأسمدة والمواد الأولية، ولم تقدم دول الاتحاد الأوروبي دعما كافيا للمزارعين بحسب كلامهم.
وفي دول كألمانيا يحتج المزارعون قبل موجة التضخم على الأسعار النهائية لبعض المواد كمنتجات الحليب والدقيق، ويرون أنها رخيصة بشكل كبير ولا تتوافق مع تكاليف الإنتاج، بينما ترفض منظمات حماية المستهلك والسلطات الألمانية إرهاق السكان بتكاليف جديدة. وتعاني دول في الاتحاد الأوروبي كإسبانيا وإيطاليا واليونان من موجات جفاف أثرت على الزراعة، ورغم أنها لم تكن من بين ساحات احتجاج المزارعين في البداية، فإن النقابات الزراعية الكبرى في إسبانيا والبرتغال قررت الانضمام إلى حركة احتجاجات الجرارات الأوروبية، إذ تعد إسبانيا أكبر مصدر عالمي لزيت الزيتون، وهي المزود الرئيسي لعدة دول أوروبية بأنواع من الخضار والفواكه. التهمت حرائق الغابات المستمرة منذ أيام في ولاية فيكتوريا بجنوب شرق أستراليا عددا من المنازل، فيما حذرت السلطات من أن ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إلى تأجيج الحرائق في وقت لاحق من الأسبوع. وتعهد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي بتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة هذه الولاية في مكافحة حرائق الغابات. نتابع. We will provide whatever support is requested from Victoria. These are difficult times, and I say to people, listen to the advice of the authorities. We need to make sure that we watch and act when that advice comes through. فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لاستكمال ما تبقى لدينا من أخبار. فقرة اقتصادية عن الأوضاع الاقتصادية في مصر والأزمة التي تعيشها مصر. فاصل. أهلا بكم من جديد. قبل أيام وقعت مصر عقد تطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية باستثمارات 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن نحو 35 مليون أو مليار دولار استثمارات مباشرة للدولة المصرية خلال شهرين. طبعا دعونا نتحدث عن هذا المشروع بالتفاصيل عبر الهاتف. ينضم إلينا الخبير الاقتصادي من القاهرة الدكتور حسام معيد، أهلا بك معنا. بداية، هل يعتبر هذا المشروع خطوة أولى للخروج من الأزمة الاقتصادية في مصر؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. طبعا بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، والتي يعني تشهد يعني زخما كبيرا خلال الفترة الماضية بعد الإعلان عن هذا الطرح، طبعا تعتبر هذه الصفقة من أكبر الصفقات للاستثمار المباشر التي حدثت في تاريخ الاقتصاد
مصري بقيمة 35 مليار دولار، والتي تعد هي الأولى من نوعها خلال الفترة الماضية، والتي سوف يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي بصفة عامة، وطبعا هيدفع نحو الاستقرار المادي في الموازنة العامة للدولة وسداد مصر أو التزام مصر بسداد مستحقاتها من العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وده هيكون ليه أيضا رد إيجابي، رد فعل إيجابي على تصديق الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الائتمانية الدولية، والتي قد يمكن أن تغير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري وتعود مرة أخرى لمنطقة بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد تكون إيجابية أيضا بعد إعادة التقييم مرة أخرى للنظرة الائتمانية لجمهورية مصر العربية. وطبعا زي ما شاهدنا كده كان ليها رد فعل إيجابي أيضا على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى بالسوق الموازية، وشفنا فيه انخفاضات كبيرة جدا بالدولار بالسوق الموازية خلال الفترة التي تلت إعلان هذه الصفقة، وانخفض الدولار بنسبة قد تتخطى 15% بالسوق الموازية، وده ناتج عن يعني شعور المواطنين أو يعني اتجاه الحكومة بتوفير الدولار يعني فور استلام الدفعة الأولى من هذه الصفقة بالقطاع المصرفي المصري، وتوفر الدولار تحديدا يعني اللي هو العملة الأجنبية الرئيسية في التعاملات الخارجية ل العربية ومصر بصفة خاصة، وده اللي هيكون ليه استمرار أداء إيجابي للاقتصاد المصري ويدفع الاقتصاد المصري نحو تحقيق معدلات النمو المرجوة منه والمتوقعة منه من قبل المؤسسات الدولية زي صندوق النقد الدولي وزي البنك الدولي، وهيكون ليها تأثير إيجابي على الموافقة من صندوق النقد الدولي على حزمة دعم جديدة قد 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. هل جاءت هذه الخطة لإنقاذ الاقتصاد المصري؟ هل كانت متوقعة ربما؟ يعني أنا شايف أن بعد تنفيذ برنامج الرقمية على الاقتصاد المصري جاءت هذه الصفقة متأخرة جدا. صوته ينقطع، سوف نحاول اتصال بك مجددا، لا أعلم إذا كان بإمكاننا أن نعالج هذا الموضوع مرة أخرى. دكتور حسام هل تسمعني؟ ألو؟ نعم تفضل. زي ما تابعنا كده في الفترة الأخيرة يعني أكدت الحكومة المصرية بقيادتها زي اهتمام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي يعتبر هو بطل المرحلة الراهنة وهو الدافع والمحرك الوحيد للخروج من الأزمة مبكرا وانخفاض حدة الأزمة على الاقتصاد المصري. جاءت هذه الصفقة من ضمن صفقات عديدة بدأت منذ النصف الثاني من عام 2022، والتي يعني نالت أو كان ليها تأثير إيجابي على أغلب القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري فور إتمام هذه الصفقات. شهدنا في النصف الثاني من عام 2022 تنفيذ 8 صفقات ذات الحجم الكبير للصندوق السيادي السعودي وصندوق أبو ظبي الأول، وشهدنا أيضا رد فعل إيجابي على القوائم المالية لهذه الشركات، ودفعت الناتج القومي الإجمالي المصري نحو الارتفاع، وده هيكون يعني بداية أو هتكون بداية لسلسلة برنامج الطروحات الحكومية أو تنفيذ متتالي للموضوع ببرنامج الطروحات الحكومية، والتي تمثل ما يقرب من 50 شركة وتمثل أيضا ما يقرب من 18 قطاع من القطاعات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وده اللي هيكون ليه تأثير إيجابي على مؤشرات الاقتصاد المصري الكلي بصفة عامة، وهيدفع الاستقرار المالي مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة، وأيضا مزيدا من انخفاض معدلات الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي فور إتمام صفقات برنامج الطروحات الحكومية في الفترة إن شاء الله. طيب دكتور حسام، تحدثت منذ قليل عن انهيار الدولار أو سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ربطته بشكل مباشر مع هذا المشروع، هل يجب أن نربط هذا التغير مع هذا المشروع بالتحديد وهذه الخطوة؟
طبعا بعد توافر الكميات المطلوبة من النقد الأجنبي بالقطاع المصرفي المصري، طبعا ده هيكون ليه رد فعل إيجابي أو استمرار للرد الفعل الإيجابي واستمرار هبوط سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازية خلال الفترة المقبلة، وده طبعا لتوافر الكميات المطلوبة من النقد الأجنبي بالقطاع المصرفي الرسمي المصري، وده اللي هيكون ليه تأثير إيجابي وهيكون ليه يعني ده أو هيكون دافع قوي جدا للقضاء على سوق الموازية والفارق الكبير أو الجاب الكبير ما بين السوق السعر الرسمي بالقطاع المصرفي وما بين السعر بالسوق الموازية. أعتقد إن إحنا شايفين استقرار بالسوق الموازية وشفنا فيه انخفاضات كبيرة جدا بأسعار الذهب أيضا قد تستمر الفترة المقبلة، أمر استلام مصر الدفعات المحددة بهذه الصفقة والتي يعني التزمت بها دولة الإمارات بمواعيد محددة، مع دفع هذه الدفعات أو استقبال مصر لهذه الدفعات بالقطاع المصرفي المصري هنشوف فيه مزيدا من الانخفاضات بسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية إلى أن يعود الفارق يعني لا يتخطى 2 جنيه ما بين السعر الرسمي وما بين سعر السوق الموازية خلال الفترة التي تلي استلام مصر دفعات من هذه الصفقة المعلن عنها الأسبوع الماضي. كيف يتم مراقبة تجار السوق السوداء؟ يعني من الممكن أن نقول أنه من المستحيل أن تكون هناك رقابة على السوق السوداء وعلى أسعار لهذا السبب تسمى السوق السوداء وعلى أسعار صرف الدولار؟ يعني أنا شايف إن العامل الوحيد أو الأداء الوحيد للقضاء على السوق الموازية أو التحكم فيها والقضاء على هذه الظاهرة التي يعني تفاقمت خلال الفترة الأخيرة هو توافر النقد الأجنبي وخاصة الدولار الأمريكي بالقطاع المصرفي المصري، ووجود إتاحة كبيرة جدا لأغلب المواطنين اللي بيتوجهوا إلى القطاع المصرفي ولم يجدوا كميات معروضة من النقد الأجنبي وخاصة الدولار الأمريكي. أعتقد أن احنا هنشوف يعني إذا توفرت الكميات المطلوبة من الدولار الأمريكي في القطاع المصرفي الرسمي المصري ده يؤدي إلى تلاشي أو القضاء على السوق الموازية، وهو ده العامل الوحيد الذي سوف يعني يقضي على هذه الظاهرة التي تفاقمت زي ما ذكرنا منذ قليل على يعني على القريب العاجل مع توافر الكميات الكبيرة أو الكميات المناسبة للنقد الأجنبي بالقطاع المصرفي المصري. وطبعا هنشوف في مزيدا من هذه الصفقات التي قد تحدث أو يتم الاتفاق عليها خلال العام الجاري، وده هيتيح للقطاع المصرفي المصري لاستقبال مزيدا من الكميات المعروضة من النقد الأجنبي، وبالتالي هيكون في توافر بشكل كبير جدا ورفع الإجراءات أو القرارات التي اتخذتها الحكومة ولجنة السياسات النقدية خلال الفترة الأخيرة لتجنب ارتفاع الطلب على الدولار بالقطاع المصرفي. أعتقد إن احنا نشوف يعني القضاء تدريجيا على هذا السوق الذي يعني حدثت به مضاربات شديدة وشاهدنا به فولاتيليتي مرتفعة أو تذبذبات وتقلبات حادة جدا خلال الفترة الأخيرة، فور توافر الكميات المطلوبة من النقد الأجنبي وخاصة الدولار بالقطاع المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. هذه الصفقة يعني لاحظنا أن هناك تغير في السوق السوداء، كان التغيير هذا سريع جدا، فماذا عن السنوات ربما المقبلة؟ نتائج هذه الصفقة، أهداف هذه الصفقة، هل ستكون يعني سترى على الأرض وتلاحظ على أرض الواقع؟ واحنا زي ما شاهدنا كده خلال النصف الثاني من العام 2022 شاهدنا بعض الصفقات يعني الصغيرة التي قد تمت في مختلف الشركات القيادية بمختلف القطاعات الانتاجية بالاقتصاد المصري من قبل صندوق السيادي السعودي وصندوق أبو ظبي الأول، شاهدنا هذه الصفقات قد أتت بثمارها، وبالتالي استغلت هذه الشركات السيولة الناتجة عن بيع حصص بهيكل ملكيتها للجانب الإماراتي والجانب السعودي، شفنا في أداء مالي جيد جدا، واستغلت هذه السيولة هذه الشركات لتوسيع أنشطتها وزيادة الإنتاج، وده اللي كان ليه تأثير أو عامل مباشر في ارتفاع معدلات النمو القوائم المالية ومعدلات الأرباح أيضا
في هذه الشركات خلال عام 2023. أعتقد أن احنا نشوف فيه مزيدا من الاستثمارات التي قد تكون هناك في رأس الحكمة، سواء الاستثمار العقاري أو الاستثمار التجاري أو الصناعي، عقب البدء في تنفيذ المشروع الضخم التي أعلنت عنه الحكومة المصرية مع الجانب الإماراتي، وده هيكون ليه رد فعل إيجابي على الاقتصاد الكلي بصفة عامة. شكرا لك دكتور حسام عيد الخبير الاقتصادي، كنت معنا مباشرة من القاهرة. ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. اكتشف باحثون من جامعة كيل في ألمانيا جدارا حجريا في بحر البلطيق وبانت سواحل ألمانيا، يعتقد أن عمره حوالي 11,000 عام، ويعود تاريخ هذا الجدار الذي يمتد لمسافة كيلومتر تقريبا إلى العصر الجليدي الأخير، ويقع على عمق 21 متر تحت الماء وعلى بعد حوالي 10 كيلومترات شرق إريريك بألمانيا في خليج ماكلنبورغ. Sherlock Holmes freuen. Das ist ein deduktives Herantasten. Also wir haben diese 8500 Jahre, die es mindestens einsalen muss, wegen des Meeresspiegelanstiegs. Und dann ist die Frage, wofür ist sie gemacht worden? Also 8500 Jahre vor heute hatten wir einen Wald dort. Und es macht im Waldgebiet keinen Sinn, so eine Mauer zu bauen. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine Jagdstruktur gibt oder ist, dann ist es Rentierjagd. Und dann müssen wir gucken, wann das Rentier diese Breiten verlassen hat, Richtung Norden. Und dann war das so vor 10.000, 10.500, 11.000 Jahren. مباشرة إلى فقرة تريندينج. أوبر شركة نقل ذكي تضمن لمستخدميها الأمان عن طريق إظهار بيانات السواق اللي بنطلع عليها قبل الرحلة، لكن واضح إن ده مش حاصل، والدليل اللي حصل مع حبيبة الشماعة أو فتاة الشروق كما أطلق عليها في مصر. حبيبة كانت في مشوار بأوبر، والدتها اتصلت بيها، وأثناء المكالمة حصل مشادة بسيطة بينها وبين السواق بسبب صوت الكاسيت، وانتهت الرحلة بأنها في المستشفى بعد ما لقوها في الشارع بعد ما نطت من العربية على طريق السويس. في المقابل السواق اللي تم ضبطه قال أنه كان بيقفل الشباك ورش معطر، وبعدها اتفاجئ بأنها نطت من العربية. القصة لازال فيها علامات استفهام، اللي ممكن يحصل في عربية لشخص يخليه خاطر بحياته وينط منها. 2، شركات النقل الذكي بتواجه حوادث زي دي بشكل متكرر، هل لازالت فعالية الأمان فيها مش متوفرة؟ 3، وده الأهم، مش السواق زي ما هو قال كان بيرش معطر فهي خافت مثلا يكون مخدر قامت هربت، مش لو ده حصل هيتخدر هو كمان معاها؟ ده فعلا اللي طرحه دكتور محمد الكتاوي، قال لو افترضنا جدلا ان ده مخدر، السؤال هنا هل المخدر ده اللي ترش في العربية المقفولة هيشتغل عليها هي بس ومش هيأثر في السائق وهما الاتنين في نفس المكان المغلق، ولا هو عامل حسابه وواخد حاجة تمنع تأثير ده؟ سؤال منطقي. ولتعزيز الأمان بشكل أكبر، حساب باسم AK على X كتب: النقل الذكي وسائق النقل والأجرة
محتاجة بجد يا أخوانا مراجعة سنوية بكشف طبي ونفسي من مراكز وتحاليل سرية لتعاطي المخدرات أو غيرها. نتائجها تتسلم للشركات مباشرة والرفض بدون أسباب. كينج توت اسم حساب على إكس أيد الفكرة وزود عليها كمان ووجه كلامه لوزارة الداخلية وقال: للأسف وزارة الداخلية لازم تراجع شركات أوبر وكريم وكل الشركات اللي بتجيب سواقين سلوكهم إجرامي، لأن اللي حصل للبنت دي هيتكرر كتير لو ما راجعناش وشددنا الإجراءات وحاسبنا الشركات دي على إهمالهم، وربنا يقومها بالسلامة. وبالعودة لحادثة حبيبة بشكل خاص، قال أحمد الصوامي: لازم يتم التحقيق مع شركة أوبر وعمل فيش للسائقين وزيادة الرقابة عليها. وانتوا بعد النهاردة وبعد تكرار الحوادث دي هتراجعوا حساباتكم مع تطبيقات النقل الذكي؟ اكتبوا لنا في التعليقات. قناة أردنية على اليوتيوب تكسر الحواجز أمام تعلم لغة الإشارة. الفئة المستهدفة بمشروعنا هو تعليم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية من سنة الأولى للسنة العاشرة حتى يدمجوا في المجتمع. طياح طياح. هدف أني تعلمت لأنه ما في برامج للأطفال للصم، ما في شخصيات 3D، فهي الفكرة مع زوجتي حتى نعمل شخصية 3D، بعدين حتى نعملنا مشروع تميم وريم وطلعنا فيه الشخصيات بداية سنة 2022. خلصوا البحر سلحفات البحرية. محتوى تميم وريم اللي هو المحتوى الكرتوني بلغة الإشارة بيمكن الأم كمان تتواصل مع ابنها اللي عنده إعاقة سمعية تتعلم لغة إشارة، بالإضافة أي طفل ما عندهش إعاقة ممكن أنه يتعلم لغة إشارة، فهذا بيساعد على نشر ثقافة لغة الإشارة ودمج الأطفال في المجتمع. نطمح قدام أنه تميم وريم يكون هو المنصة العربية الأولى لتقديم معلومات هادفة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية أو للأهل اللي عندهم أطفال ذوي الإعاقة السمعية، لأنه معظم الأطفال اللي عندهم إعاقة سمعية بيجوا الأبوين أصحاء، فبيكون الأبوين ما بيعرفوا لغة إشارة أو ما بيعرفوا إيش ممكن يقدموا لهدول الأطفال. فإحنا إن شاء الله لقدام نطمح أنه تكون هاي المنصة هي يعني زي المنصة الخاصة بهاي الفئة، أنهم يقدروا يتواصلوا معهم ويندمجوا في المجتمع ويصير لهم مكان في المجتمع. مشاهدينا وصلنا لختام النشرة، شكرا لكم لطيب المتابعة، تقبلوا تحياتي كالعادة، تحيات فريق العمل كذلك، إلى اللقاء.